فهد العتيبي في خدمة عملاء ضمير. فيلم قصير مدة 8 دقائق. أوه ما شاء الله مسافر الويكند بعد. أفلام جميلة جدا. أوه ما شاء الله مسافر الويكند بعد. توصل بالسلامة. ده واحد من إعلانات المخرج السعودي فهد العتيبي، والتجربة دي حمسته إنه يخرج أفلام قصيرة. ففي رصيده فيلمين، الأول بعنوان فرصة، والتاني خدمة عملاء ضمير. فيلم قصير مدة 8 دقائق مع الممثلة ثراء رميلي. برضو عندنا فيلم إعادة توجيه مع الممثل عبد الله معروف شعداني. أفلام جميلة جدا، تونا مخلصينها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ما حد يدري عنها يعني، ففرصة حلوة أنك تشوفونها. وبما ان فهد مخرج سعودي، فحبينا ناخد رايه عن السينما السعوديه. فهد، هلا يعني بسالك، السينما السعوديه هلا بومينج، شو رايك فيها وشو بتحس بعد ناقص حتى تكبر اكثر السينما السعوديه؟ السينما السعوديه قاعده تكبر، تحتاج لها وقت. اهم شيء لصناع السينما سواء سعوديين او لا، خصوصا عندنا الشباب، نقول اجرب. في كثير يجي يقول لي انا ابغى اصير مخرج. أول شيء لازم تسوي عشان تصير مخرج إنك تخرج تجرب مرة مرتين ثلاثة أربعة، تعرف كيف اللوكيشن يصير، كيف الست يصير. الخطأ في مجالنا مرة مهم. وعزوز اللي يعزف عود، واللي يأكلون فشار، وعامل الورشة كومار،